شوف الرقم أنا بكل صراحة لزاسيسور يعني أعضاء المكاتب لن يكونوا لن يسعدهم هذا النمط يعني مش على الجزائر على ظروف الدراسة العالمية لأنهم يوم كامل هما قائمين على مكتب التصويت وبعد الفرز هذا راح يطلب منهم جهود يعني فلربما لساعات فلربما لأيام قال لك على كل حال ممكن الرقم أنا تأتي بمساعدة يعني حاسمة في هذا الشأن ولكن لا يمكن اللجوء إليها بأمان لما تحمله من إمكانيات التدخل والمساس بنزاهة الانتخابات.